عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مستشارك الطبي. أعزائي المشاهدين، إحنا عندنا هاجس كبير قوي وهو السمنة. ناس كتيرة جدا بتعاني من السمنة وبتحاول إن هي بتشوف الطريقة والوسيلة المثلى اللي يقدر بيها يخسس وزنه. في ناس بتروح تعمل تدبيس للمعدة، في ناس بتروح تعمل تكميم، في ناس بتروح تعمل تحويل مسار، وممكن بيعملوا حزام للمعدة، وفي حاجة كمان اسمها بالونة المعدة. احنا كل الحاجات ديت انواع لتخسيس، وان الانسان مننا او الانسان السمين بيحاول ان هو يتعالج من السمنة بالطرق ديت. في منها نوع جراحي وفي منها نوع بالمناظير. حول هذه السمنة وازاي ان انت تتخلص من السمنة هيكون موضوع حلقتنا اليوم مع دكتور احمد عبد الله سلمان، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، كلية طب القصر العيني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك دكتور. احنا بنتكلم عن السمنة بقى. السمنة دي مشكلة عند كتير جدا من الناس. السمنة مشكلة العصر. بيعاني منها، وبأول ما يلاقي نفسه رجل او امرأة السمنة ابتدت زادت عليه او ابتدى الوزن يزيد عليه، اول حاجة يفكر يروح لدكتور ازاي يخسس. عايز اعمل تدبيس معدة، عاوز اعمل تحويل مسار، عاوز اعمل، بيبقى مش عارف ايه اللي يناسبه، بس هو كل همه ان هو عايز يخس وخلاص. تمام. احنا قدام الحاجات دي كلها عايزين نعرف الاول هي ايه السمنة وامتى الجأ لموضوع التخسيس. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هي السمنة عبارة عن زيادة نسبة الدهون في الجسم بسرعة أكتر من المعدل الطبيعي. دي بنحسبها بمعادلة سهلة جدا اسمها مؤشر كتلة الجسم. دي عبارة عن الوزن على مربع الطول بالمتر، وبنحسب بيطلع رقم بسيط خالص. لو طلع الرقم من 18.5 لحد 25 يبقى العيان ده عيان طبيعي مش سمين ولا حاجة. الرقم لو من 25 ل 30 يبقى حاجة اسمها اوفر ويت، ان هو عنده زيادة شوية في نسبة الدهون. فوق ال 30 بيبقى اسمها سمنة. السمنة دي على درجات، في من 30 ل 35 دي الدرجة الأولى، 35 ل 40 الدرجة الثانية، فوق ال 40 الدرجة الثالثة، وهكذا. طب ده تعريف السمنة. يعني احنا بنعرف السمنة اللي هي كمية من الدهون بتبقى داخل الجدار المعدة ولا بتبقى على لا هي بتبقى كمية الدهون دي بتبقى موجودة في كل حتة في الجسم غالبا. بتبقى موجودة جوه البطن، وبتبقى موجودة تحت الجلد، وبتبقى موجودة داخل الأعضاء. وفي حالات بيبقى في حاجة اسمها سمنة موضعية، اللي هو المكان الدهون موجود أكتر في حتة معينة. كمية الدهون دي بتعمل مشكلة كبيرة قوي للعيان. يعني السمنة مشكلة عالمية زي ما بيقولوا، في نسبة كبيرة جدا في العالم عندهم مشكلة السمنة، بالإضافة ان الدول بتصرف فلوس كتيرة جدا جدا على علاج السمنة. وده مش بس زي ما السادة المشاهدين متصورين ان قصة السمنة ان انا بس ابقى رفيع وخلاص وانتهت القصة وانا كده استريحت وشكلي بقى كويس، لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. السمنة بتعمل مشاكل كتيرة جدا في جميع اجهزة الانسان، وبالتالي علاجها بيحل جزء كبير من المشاكل اللي ممكن تحصل لو احنا ما عالجناهاش. يبقى مش بس مجرد ان انا بعالج عشان اخس وابقى كويس واتحرك وامشي بين الناس وابقى مبسوط وكلام زي كده. طبعا ده جزء مهم، ولكن في جزء اهم، ان انا بعالج العيان عشان احميه من المشاكل اللي ممكن السمنه تعملها له. لو مسكنا عضو عضو ممكن هنلاقي السمنه بتاثر فيه. يعني الكبد السمنه بتعمل حاجه اسمها التهابات او دهون في الكبد، الكبد المتدهن اللاكحولي ده، في بعض العيانين ممكن يعمل تليف في الكبد وبيعمل كل مشاكل التليف اللي بنشوفها. ممكن تعمل حصوات في المرار. السمنه ممكن تعمل مشاكل في القولون. ممكن تعمل حاجه اسمها ميتابوليك سندروم، دي متلازمه، بيبقى العيان عنده ضغط وعنده سكر، عنده مشاكل في القلب. ولما بنقدر نخسس العيان او نوصل للعيان بالوزن المثالي، احيانا العيان بيتحسن خالص، بيستغنى عن علاج السكر وبيستغنى عن علاج الضغط. فلازم ناخد بالنا ان احنا واحنا بنعالج السمنة في حاجة قدام عينينا وفي حاجة في المستقبل. الحاجة اللي قدام عينينا ان العيان يبقى يخس ويبقى كويس شكله كويس، الحاجة اللي في المستقبل ان انا بحميه من المشاكل اللي ممكن السمنة دي تعملها. يعني يا دكتور احنا اللي حضرتك بتقوله دلوقتي ده كله هو مخاطر السمنة. تمام. ولازم برضو تتحط في عين الاعتبار، اصل كتير قوي من العيانين مثلا يكلموني يقولوا لي احنا عايزين نعمل حاجه مثلا عشان نخس.
عشان يبقى شكلنا كويس بتاع، لا لازم برضو نلفتهم ان القصة علاج لونج تيرم زي ما بيقولوا، ده حاجة على المدى الطويل. والتكلفة اللي ممكن نستخدمها في علاج السمنة في الاول اقل بكثير جدا من التكلفة اللي ممكن نستخدمها عشان نعالج عيان من الضغط ومن السكر ومن مشاكل في القلب ومن مشاكل في المفاصل، مشاكل نفسية واضطرابات نفسية واحباط وحاجات زي كده. طيب السمنة يا دكتور احنا عرفنا ان هي مشكلة كبيرة جدا جدا. طيب هل في طرق علاج للسمنة؟ يعني طرق علاج طبيعية الانسان ممكن او المريض السمنة ممكن ان هو عن طريق نظام غذائي معين بيتبعه يبتدي ينزل بالوزن بتاعه والسمنة اللي هي بتنزل فيه اللي هي جواه دي تبتدي تقل الى حد ما. تمام. هو علاج السمنة ده بيسموه individualized يعني كل شخص بيبقى مناسب ليه علاج معين. عشان كده مهم جدا الفول اسيسمنت، ان انا ابص على العيان كويس جدا واحدد ايه مشكلة العيان بالظبط، لان قد يناسب عيان علاج لا يناسبه نوع اخر من العلاج. يعني كل عيان ليه حاجة على مقاسه. طبعا الانواع اللي بتستخدم في علاج السمنة حاجات كتيرة قوي. اول حاجة غالبا بنبدأ بيها الدايت، ان العيان يمشي على وجبة غذائية متوازنة. طبعا بيبقى البرود لاينز او الخطوط العريضة فيها نحن بنبعد عن السكريات، بنبعد عن النشويات بكمية كبيرة، بنميل اكتر للفاكهة والخضار واللحوم. وطبعا العيان لازم يحرق طاقة، فبنصحه بقى بالرياضة بمعدلات معينة في اليوم او في الاسبوع. في ادوية بتستخدم في علاج السمنة، في ادوية FDA approved يعني معتمدة من منظمات العالمية. الحقيقة هم مش كتير، هم 2 أو 3 فقط يعني. وبعد كده في حاجات ممكن يستخدم علاج بالمنظار ليها زي بالونة المعدة زي ما هنقول بعد شوية. في حاجة اسمها البوتوكس نازلة جديدة، بالإضافة بقى للعمليات الجراحية المتعددة. ولكن النقطة اللي لازم السادة المشاهدين يبقوا فاهمينها كويس، ان كل عيان ده علاجه. كل عيان متفصل له حاجة معينة. لما نستخدم العلاج الأمثل للعيان المناسب ده بيدينا أحسن نتيجة في علاج السمنة. تمام. طب دكتور ابتدى المريض او المريضة، وخاصة بنلاقي النساء بتبقى اكتر الناس اللي بتحاول تعمل القوام والشكل وان هي تحسن من منظرها، بتبتدي تلجأ او بيبتدي يلجأ المريض للطبيب. تمام. وخاصة ان هو عاوز ينزل الوزن بتاعه عن طريق هو عملية جراحية او عملية بالمنظار. فبنيجي بنلاقي ان في عمليات جراحيات، عمليات جراحية دي بتاخد مكلفة شوية، تدبيس وتكميم وتحويل مسار والكلام ده كله. فبنحاول في الطب بيدي البديل. تمام. بيقول لك في تعالى دلوقتي انا عندي ممكن اعمل لك عملية عن طريق المنظار طبعا، وفي طفرة في المناظير كبيرة جدا وهي بالونة المعدة. تمام. ايه هي بالونة المعدة؟ ويريد توضحها للسادة المشاهدين. بالونة المعدة بمفهوم مبسط خالص للسادة المشاهدين، هي عبارة عن ان العيان اقول له اشرب لتر مية وبعد كده تعالى كل. هو ده بالظبط اللي بتعمله بالونة المعدة، ان احنا بنشغل فراغ في المعدة. الفراغ ده يمثل تلتين نص، في بعض الاحيان 3/4 تجويف المعدة. فبالتالي العيان بيبقى عنده شعور دائم بان هو شبعان، ملوش نفس. وده بيحل مشكلة كبيرة جدا عند العيان، خصوصا العيان اللي هو دايما بيحب الاكل، دايما بياكل كتير. فالعينين دول البالونة تمثل بالنسبة لهم احد الحلول المثلى في علاج السمنة. البالونة دي بتبقى بتتركب بالمنظار، الموضوع ما بياخدش بكتير 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده العيان بيركب البالونة وبيروح. طبعا يفضل ان العيان يمشي طول فترة تركيب البالونة اللي هي بتتراوح من 6 لـ9 شهور على نظام غذائي معين وعلى رياضة، بحيث ان احنا نستفيد الاستفادة المثلى من البالونة. البالونه دي بنركبها في حالات معينه برضو عشان الساده المشاهدين يبقوا متصورين الوضع. بالمعادله البسيطه اللي هي مؤشر كثافه او كتله الجسم، لو الرقم فوق 27 وبعض الاحيان في فيديو قدامنا يا دكتور. نبص البالونه دي. ده المنظار مدخل البالونه عن طريق الفم. عن طريق الفم، وبيبقى فيه مخدر كلي، العيان ما بيحسش باي حاجه. بعد كده بننفخ البالونه، بننفخها بمحلول ملح طبي. بيبقى عليه مادة اسمها ميثيلين بلو. المادة دي بنستخدمها بس عشان لو حصل لا قدر الله مشكلة في البالونة، ان هي فرقعت او كده، دايما بيبقى فيه
تغيير في لون البول فبالتالي العيان بيشعر بيه وبالتالي ممكن نشيله البالونه، وان كان ده احتمال يعني يكاد يكون يعني. ضعيف جدا جدا. زي ما حضرتك شايف البالونه دلوقتي بتشغل يعني جزء من فراغ المعده، تبقى في الفندس اساسا او الجزء العلوي من المعده. وبالتالي بعد ما بتتنفخ بتدي للعيان شعور بالامتلاء، شعور ان هو شبعان طول الوقت، فبالتالي بتقلل كتير جدا من كميه الاكل اللي العيان بيحتاج ان هو ياكلها، وبالتالي العيان بيخسس. وفي بعض النظريات ما بتبقاش معلقه يا دكتور ولا حاجه، يعني هي بتبقى بتتساب في المعده كده. هي بتتساب في المعده وهي بتبقى سيتلد في المكان اللي بتثبت في مكان معين. تمام ايوه، بس طبعا مع مراعاه بعض الحاجات في التركيب. ان انا ما يعني يبقى كل معده بيبقى لها الحجم المناسب للبالونه اللي بنفخها. بحاول ان انا اخليها اكتر في الجزء العلوي من المعده عشان ما تعملش انسداد في الممر بتاع الاكل، والقصه ان شاء الله بتبقى بسيطه وميسره تماما. وغالبا ما بيبقاش فيها اي مشاكل بالنسبه للعيان، والعيان بيركب البالونه ويروح على طول. بس مين العيان بقى اللي ممكن بقى يستعمل البالونه اللي هو يقبل ده؟ العيان اللي غالبا بيبقى نوع من ثلاث انواع. النوع الاول اللي هو معدل كثافه او كتله الجسم فوق 27 وفي بعض الاحيان فوق 30 لحد 35، ده مناسب ليه جدا تركيب البالونه. العيان اللي هو فوق ال 40 او فوق 35 في وجكر، ده عمليه جراحيه. ولكن بعض الناس بقى بيخافوا من العمليات، خصوصا لو حد صغير او كده ولسه ما اتجوزش وبتاع، فده ممكن نستعيد عن العمليه الجراحيه بالبالونه. الخيار الثالث في تركيب البالونه العيان بقى اللي هو عنده سمنه خطره فوق ال 50 وبيبقى فيه مشاكل مع البنج او كده، فساعتها بنستخدم البالونه كحاجه اسمها بريدجنج ثيرابي. ان انا هستخدمها فتره مؤقته، انزل العيان شويه الى حين ان هو يعمل العمليه الجراحيه. احيانا عمليه البالونه دي تكاد تكون امنه تماما، سهله وميسره. البالون عباره عن سيليكون مصنوع بطريقه معينه بحيث ان هو ما بيتفاعلش، ما فيش اي كيميكال. بس نوضح تكوينها للساده المشاهدين على اساس يبقى عارف الحاجه اللي داخله جواه دي. تمام. الماده بتاعتها ايه؟ يعني داخل جوايا جسمي، داخل في معدتي شيء. تمام. الشيء ده هو عباره عن ايه وبيتكون من ايه، وهل لي اضرار داخل الجسم ولا لا؟ تمام. هي البالونه دي عباره عن سيليكون مصنوع بطريقه معينه، طبعا ليها كذا نوع، ولكن الفكره العامه هي السيليكون. السيليكون ده ما بيعملش كيميكال رياكشنز او تفاعلات كيميائيه ما بينه وما بين الاغشيه المخاطيه او الحامض بتاع المعده. بتقعد البالونه في جسم الانسان حوالي من 6 ل 9 شهور في يعني بعض الاحيان. تمام ايوه طبعا. لازم يكون لها مده. في انواع ممكن تقعد لحد سنه، ولكن غالبا في معظم الاحيان بتبقى في حدود 6 شهور. بتتنفخ البالونه بمحلول ملح طبي عليه ماده اسمها ميثيلين بلو. طبعا الكميه اللي بننفخها دي على حسب حجم المعده. احنا في الاول بنعمل منظار تشخيصي للعيان، نتاكد ان مفيش اي مشكله من تركيب البالونه، العيان ما عندوش قرحه في المعده، ما عندوش فتق في الحجاب الحاجز، وبعد كده بنبدا ننفخ البالونه بحيث ان احنا طريقه متوازنه ما بين الافراط والتفريط، يعني لا كده ولا كده. ان انا انفخ البالونه بحيث ان هي مثلا ممكن تبقى الكميه قليله قوي، فالعيان ما يبقاش عنده الشعور قوي بالامتلاء او ان هو شبعان، فبالتالي يبدا ياكل. كميه غالبا بتبقى قليله، او ان هي ما تبقاش كبيره قوي بحيث ان العيان دايما تبقى مضايقاه وحاسس ان في حاجه واقفه على صدره. او ان هو عايز يرجع او ان هو مش عارف يبلع، فدايما عشان كده بنبص على العيان بالمنظار الاول عشان نقدر نقيم البالونه دي هننفخها بدرجه قد ايه، وبالتالي العيان بيستفيد كثيرا من التركيب. في بعض الحاجات بقى التقنيات الجديده في البالونه، حاجه اسمها سيلف ادجستبل بالون. ان انا في الاول ممكن اعمل انفخ مثلا على سبيل المثال 500 سنتي، اجي بعد كده العيان حاسس ان هو لا بياكل ومش حاسس قوي ان البالونه ماليه معدته، فممكن ازودها. تزودها يعني. ازودها. وفي بعض الاحيان بقى لو هو حاسس ان هو تعبان جدا من البالونه وكلام زي كده ممكن ابدا اقلله، ولكن دي ما لا تستخدم قوي على نطاق واسع. بس في يعني المجمل العام ان البالونه امنه جدا جدا، يكاد يكون لا يوجد فيها اي مضاعفات قويه. مشاكلها اللي ممكن تعملها ممكن تبقى لا تتعدى اول 3 4 ايام. يعني ده جسم في الاول وفي الاخر بيبقى غريب شويه عن جسم الانسان، بياخد وقت على ما يتعود عليه. ممكن تعمل شويه غثيان او شويه ترجيع، شويه وجع في البطن، غالبا بتقعد ايام قليله بعد التركيب، وبعد كده العيان بيمارس حياته
بصوره طبيعيه جدا. ولكن لازم العيان يبقى فاهم هو بيركب البالونه ليه، البالونه دي هتفيده ازاي، عشان نقدر نوصل بالاستفاده المثلى من البالونه. البالونه ممكن تخسس العيان مثلا في حدود من 15 كيلو 20 30 كيلو، وممكن نوصل مع العيان لارقام اكتر من كده. شرط العيان يبقى متعاون وفاهم هو بيعمل ايه. في بعض العيانين مثلا يجي يقولوا لي يا دكتور احنا وزننا 110 120 كيلو، انا نفسي مثلا ابقى 80 كيلو، وانا خلاص اول ما ابقى 80 او اوصل للوزن اللي انا عايزه انا هثبت على هذا الوزن وهحافظ بقى واعمل ريجيم وكده. عندهم يعني مشكله اراده مثلا في الريجيم. العيان ده البالونه مفيده جدا بالنسبه له. ليه؟ لان هي هتديله الفرصه الذهبيه ان هو يبدا يخس للوزن اللي هو عايزه، وبعد كده بعد ما تتشال البالونه العيان شطرته ان هو يحافظ على وزنه، يتحكم في وزنه ثابت. وان كان في بعض العيانين ساعات بيشيلوا البالونه ويركبوا بالونه تانية. وده ليس هناك اي مانع. طب سؤال يا دكتور هياخدني مع حضرتك، ان ممكن البالونه يعني مريض استعمل البالونه لوقت معين تمام، وكان وزنه مثلا سي 130 كيلو نزل ل 90 كيلو تمام. او ل 100 كيلو، وعاوز وشال البالونه وعاوز حس ان هو لا عاوز ينزل كمان شويه، ممكن يروح يركب بالونه تاني؟ طبعا في نفس في نفس السيتنج في نفس القعده ممكن نشيل البالونه ونركب بالونه تانية، دي ما فيهاش اي مشكله خالص. وليس هناك اي مضاعفات على الاطلاق. وفي ناس كتيره بتعمل كده، يعني في ناس ما بيبقاش تفتقد قصه الاراده في الرجيم وكده، فبتعتمد بقى على البالونه ان هي هتسد الشهيه بتاعتها او هتقلل من ان هي عايزه تاكل او كده، فبتشيل البالونه وممكن تركب بالونه تانية بحيث ان هي تحافظ على الوزن بتاعها ثابت. والحقيقه ان العيانين دول بيمشوا كويس جدا جدا، ما بيكونش في اي مشاكل تذكر عند العيان، وبيمارس حياته بصوره طبيعيه تماما يعني. والشاهد يا دكتور ان البالونه من كلام حضرتك هي امن من العمليات الجراحيه. هي امن كثيرا طبعا من العمليات الجراحيه، ولكن كل له استخدامه. ايوه يعني هي زي ما بقول للساده المشاهدين، كل حاجه في علاج السمنه لازم تبقى متفصله على العيان. يعني في انواع ما يناسب لهمش العمليات الجراحيه، وفي انواع ما بيناسب لهمش البالونه. شطاره الدكتور ان هو يقيم العيان تقييم جيد وكويس جدا، بحيث ان انا اقدر اقول العيان ده هيستفاد اكتر من ايه، هيستفاد من البالونه، هيستفاد من العمليه الجراحيه، ولا العيان ممكن يعمل ريجيم وممكن يلعب رياضه وممكن ياخد ادويه وتخسسه. هو ده بس الانديفيدواليزيشن او الفرق في تقييم العيان، ان انا اقول اني عيان هيستفاد من اني حاجه اكتر من الحاجه الثانيه. تمام دكتور. البالونه يعني احنا اتكلمنا عليها، بس في حاجه كمان بسمع عنها اللي هي البوتكس. تمام. والشاهد او المعروف ان البوتكس ده بيبقى للوجه او للنساء في التجميل او للثدي او الكلام ده كله، هل في بوتكس للمعدة برضو بيساعد على التخسيس؟ تمام. والحقيقة في حاجات موجة جديدة نازلة حديثا يعني في استخدام البوتوكس في التخسيس. الحقيقة ان البوتوكس لا يقتصر استخدامه على الوجه، وله استخدامات طبية شتى. منها عندنا في المناظير ان احنا احيانا بنستخدمه بنحقن بيه جدار المعدة. هو فكرته ان هو بيعمل ريلاكسيشن او بيعمل استرخاء للعضلات بتاعة المعدة، فبيقلل تصريف المعده بالبلدي خالص او الجاستريك امتنج. فهو بيدي نفس فكره البالونه، ان الاكل موجود في المعده ما بيروحش للامعاء، فبالتالي المريض بياكل خلاص الاكل واقف جوه المعده، عنده احساس دائم بالشبع وان هو مش عايز ياكل، فبالتالي ما بياكلش او بتقل كميه الاكل الداخل، وبالتالي العيان بيخس. يعني بيقلل يا دكتور من عمليه الهضم؟ هو بيبطأ عملية الهضم تماما، بتقل قوي قوي قوي. فممكن العيان ياكل وجبة قليلة، يعني ياكل كمية قليلة جدا مرة واحدة في اليوم، ويبقى قاعد طول اليوم مش شبعان، ما عندوش أي شهية للأكل، وبالتالي العيان بيخس. يعني هو فكرته إلى حد ما قريبة من البالونة، ولكن هو التكنيك بتاعه المختلف. البالونة بتشغل جزء من المعدة بدون ما تأثر على الجاستريك ماسلز أو العضلات بتاعة المعدة. البوتوكس بيعمل لها استرخاء للعضلات بتاعت المعده، بحيث ان الاكل بيظل في المعده اطول فتره ممكنه، وبالتالي العيان بتقل شهيته جدا وما بياكلش، وبالتالي العيان بيخس. يعني ده نوع جديد يا دكتور بقى من ده لسه نازل ابتدى في مصر. موجود في مصر، موجود في مصر وبيتعمل طبعا. موجود بيتعمل بقاله يعني سنوات تقريبا، بس والله. في الفتره الاخيره ابتدى البوتكس في السنوات الاخيره.
طب ده دكتور امل جديد بقى برضو لل والله برضو يعني للنساء في ناس وللرجال يعني خاصة النساء في ناس مثلا بتبقى خايفة من البالونة، لا ومش عايزة اركب حاجة، جسم غريب جوايا، مش عارف ايه كلام زي كده. فده بيبقى البيشنت بريفرنس، تفضيلات العيان. هو واحد عايز نوع ومش عايز النوع التاني، او شايف ان النوع ده انسب له. فلان القصة دي لازم يبقى فيها دكتور بيشنت ريليشن شيب، لازم يكون في علاقة ما بين الدكتور والعيان، مفهمه ايه المشكلة اللي عنده، ايه يناسبه كمان، وبعد كده بيدي العيان خيارات، والعيان في الاول وفي الاخر هو صاحب القرار. لازم يبقى فاهم القصة كويس جدا، وبعد كده العيان بياخد القرار، حضرتك افيد ليك النوع ده والنوع ده والنوع ده مناسب، فحضرتك تختار انهين فيهم. في ناس بتختار كده وفي ناس بتختار كده. والقصة في مجملها زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة، وبرجع أكد تاني، إن احنا لا ننظر للموضوع تحت رجلينا، لازم نبص لقدام. العيان ده لما يخس، العيان ده حتى لو في دفع تكلفة دلوقتي، وفر على نفسه ضغط، سكر ممكن يجيله بعد كده، مشاكل في القلب، مشاكل في الشرايين التاجية، مشاكل في المفاصل. العيانين دول بيبقى عندهم مشاكل نفسية كتيرة جدا، بيبقى عندهم إحباط، وده بيمثل يعني جزء اجتماعي مهم جدا في حياة العيان. العيان بيبقى زعلان، مش لاقي هدوم على مقاسه، متضايق طول الوقت. بعد كده العيان ده ممكن يدخل في مشكلة نفسية، وبرضه دي بتبقى تكلفة طبية. فالقصة علاج السمنة دي قصة مهمة جدا، ولازم نلتفت لكل جوانبها وابعادها، الجانب الحالي اللي هو قدامنا ان العيان يخس، والجانب المستقبلي ان هو يتجنب المخاطر والاعراض اللي ممكن تنشا عن السمنه. في بعض الحاجات بتقول ان السمنه دي بتزيد من احتمالات السرطانات في مختلف انواع الجسم، ودي حاجه برضو مهمه جدا بالنسبه للمريض السمين. تمام. دكتور احنا قلنا ان البالونه بتتم عن طريق المريض، بيجي بياخد بنك وبتخش عن طريق المنظار، عن طريق الفم اللي تثبت في المعدة. البوتكس دوت بيتم عن طريق ايه برضو يعني؟ نفس القصة، نفس المنظار، بندخل بالمنظار برضو بمادة معينة وبنحقنها في جدار المعدة. برضو القصة يعني دقائق معدودة، والعيان بيخرج زي ما بقول حضرتك، بتدي نوع من انواع الاسترخاء بتاعت العضلات بتاعت المعدة، بتدي العيان شعور بالامتلاء او ان هو شبعان او كده، وبالتالي العيان ما بياكلش، وبالتالي العيان بيخس. لان هو الاصل في علاج السمنه حاجه من اتنين، الانبوت والاوتبوت، الطاقه او الكالوريز اللي داخله والكالوريز اللي خارجه. الكالوريز اللي داخله دي اللي بتعتمد عليها اكثر بقى البالونه والرجيم والبوتوكس، والحاجات اللي خارجه بقى اللي هو معدلات الحرق. لا ساعات في بعض الادويه بتزود من معدلات الحرق، وطبعا اهم من ده كله الرياضه وممارسه الرياضه بشكل منتظم. دكتور هناخد اسئله سين وجيم كده، تمام، اوكي، في دقائق معدوده، وقت حلقتنا قرب يخلص. ففي ناس كتيره جدا بتعاني من، يقول لك انا عندي ارتجاع في المريء، اجي اكل حاجه احس ان هي بترجع تاني، علاجه ايه؟ هو تشخيصه ايه الاول؟ تشخيصه يعني مبدئيا كلينيكي، كلينيكال. العيان بيجي غالبا، العيان على فكره بيبقى سمين برضه، عنده مشاكل في الهضم، في نار طالعه على صدره، في مراره في زوره، في وجع في صدره، خصوصا بعد الاكل، انواع معينه من الاكل اللي بتزود القصه ديت، الزيوت، الحاجات اللي فيها توابل او الحاجات اللي فيها شطه او المياه الغازيه. بالنسبه للعلاج بتاعه، العلاج بتاعه بيبقى شقين. اول حاجه اللايف ستايل، تغيير نمط الحياه بتاعت العيان. العيان ما ياكلش، ما يتعشاش، وينام على طول، لان بيزود فرص الارتجاع. ممكن نرفع المرتبه بتاعه السرير، ما يلبسش حزام ضيق قوي بحيث ان هو بيضغط على العضلات بتاعه البطن، فبيسهل من حدوث الارتجاع. والعين لما بيخس بالقصه دي بتتحسن بنسبه كبيره قوي عنده. بعد كده العلاج الادويه العاديه خالص، اللي هي مثبطات الحموض والبروتون بامب انهبيتورز او الاتش 2 بلوكر. وبرده ساعات بيبقى في انواع من حاجه اسمها جرثومه المعده او الميكروب الحلزوني، ساعات بيزود من فرص الارتجاع، فاحنا بنعمل له اختبار سواء عن طريق البراز او عن طريق المنظار، العينه بتاعت المنظار، ولو موجود بندي له علاج. ناس بتعاني يا دكتور، يقول لك انا اكل عندي حرقان في المعده على طول، اول ما اكل حرقان في المعده واروح اخد فوار. تمام. ايه القصه بالعلاقه بين الفوار ده ثلاث ارباع الشعب المصري. هو الحقيقه ان دي حاجه بيسموها في معظم الاحيان بتبقى كرونيك جاسترايتس، يعني ده التهاب مزمن في جدار المعده. الالتهاب المزمن ده ليه اسباب كتيره قوي، على راسها الناس اللي بتاخد مسكنات بقى لها فتره طويله، خصوصا في كبار السن اللي عظمهم واجعهم بتاع،
بيعانوا من القصه دي قوي. زي ما كنت بقول من شويه، الميكروب الحلزوني احيانا بيجي من غير سبب، احيانا بيجي مع كتر الاكل، الزيوت والمياه الغازيه والحاجات اللي زي كده. الحقيقه ان احنا لازم نقيم الموضوع كويس جدا، ولازم ننتبه لحاجه، ان في بعض الحاجات اللي مش مجرد التهاب عادي ممكن تعمل نفس الاعراض. يعني لا قدر الله في بعض الناس اللي عندهم جاستريك كانسر او سرطان في المعده او كده ممكن يشتكوا من نفس الاعراض. ولازم العيان ده اخد بالي كويس قوي واعرف انا امتى اعمل له منظار وامتى لا، عشان البيشنت ما يبقاش مست، ما فقدش العيان، او ان انا اشخصه يكون العيان عنده مشكله كبيره وتتحسن برضو مع العلاج، وبعد كده العيان يجي بمشاكل كبيره قوي بعد كده. فالعيانين دول لو والله لو العيان عادي شاب عنده 20 30 سنه وبيربط القصه دايما ان هي قصه مزمنه بالنسبه له، بتزيد مع الاكل او كان بياخد مسكنات، خلاص فانا هشخصه اكلينيكيا وهديله العلاج. في بعض الاحيان لازم اعمل منظار، لازم اطمن بنفسي. العيان اللي بيخس جامد قوي، العيان اللي عنده البراز سود او عنده ترجيع في دم او عنده سخونيه مستمره، او لسه عيان كبير في السن والاعراض دي لسه بقى لها شهر او شهرين حديثا، ده يستحب ان انا اطمئن بالمنظار عشان استبعد الاسباب اللي ممكن تعمل اعراض زي اعراض الالتهاب العادي بتاعه المعده، واطمن على العيان. بس ما بيبقاش في كل العيانين، بيبقى في عيانين معينين زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. طيب دكتور، بما انك مدرس للجهاز الهضمي، روشتة سريعة لكل السادة المشاهدين ازاي نحافظ على الجهاز الهضمي بتاعنا. تمام، هو التغذية السليمة هو اساس الجهاز الهضمي السليم، بمعنى ان التيك اوي والجانك فودز والحاجات دي بتؤثر تأثير كبير قوي على الجهاز الهضمي، المعده والقولون، تعمل التهابات في المعده وممكن تعمل بقى القولون العصبي، وممكن تعمل مشاكل في القولون وانتفاخات وجع في البطن والحاجات اللي كتير قوي من الساده المشاهدين ساعات بيشتكوا منها. دي النقطه الاولى، والثانيه والثالثه هي التغذيه السليمه، نوعيه الاكل نفسها، ان الاكل يبقى كويس، الاكل يبقى مغسول نظيف، الفواكه والخضار والفاكهه دي من احسن الحاجات اللي ممكن تحافظ على الهيلث ميكوزا، على ان الاغشيه المخاطيه بتاعه الجهاز الهضمي تظل في حيويه دائمه. الحاجة التانية الرياضة، الرياضة في ناس ممكن تقول ايه العلاقة ما بين الرياضة والجهاز الهضمي، الحقيقة ان الدراسات الحديثة اثبتت ان في علاقة شديدة ووطيدة ما بين ممارسة الرياضة وما بين المشاكل بتاعة الجهاز الهضمي. ممارسة الرياضة بصورة منتظمة بتقلل قوي من الاعراض اللي ممكن العيان يشتكي منها، خصوصا اعراض المعدة واعراض القولون المزمن. بعد كده بقى العلاج، العلاج ما بنلجأش فيه كخطوة اولى غير بعد فشل او ان العيان مش قادر يحافظ على التغذية السليمة وممارسة الرياضة بشكل منتظم. دكتور، احنا في نهاية الحلقة بنشكر حضرتك، اديتنا معلومة مهمة جدا عن بالونة المعدة، وياريت السادة المشاهدين يبقى عرفوا بالونة المعدة وممكن تؤدي الى ايه، وان هي ممكن بتساعد على التخسيس. ونتمنى ان كل السادة المشاهدين يكونوا استفادوا من الحلقة ويساعدوا بحضرتك معنا النهارده. شكرا جدا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، احنا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر للدكتور احمد عبد الله سلمان، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير كلية طب القصر العيني. كان معكم هاني الفرماوي، على امل ان يتجدد اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.